نادت أخي عباس عنكم يا أبو فاضل. عزيز عزيز خصوصا على السيد الهاشمي ما يتحمل كلمة عظيمة. تنادي عنكم يا أبو فاضل ترى أقوى خذان أكلكم كلمة جرى دمعي على خدي كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيع بالامس كانوا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لله صبر زينب العقيل كم كبدت مصائبا مهولة رأت من الخطوب والرزايا أمرا تهون دونه المنايا.